ما فيش حاجة يعني بالنسبة للحالة الطبية ما فيش حاجة متأخرة ولا حاجة، والجانب الليبي بصراحة قام بواجب مشكور وتم نقله فورا بطائرة إلى القاهرة، وده طبعا حاجة عظيمة منهم والمحافظة على قيمة. واللاعب طبعا أحمد معروف بحميته وروحه وفدائيته ومهارته في اللعب، وهم الجانب الليبي بصراحة قاموا بالواجب وهم بيحبوه جدا، واحنا بنطمن كل الناس في مصر ان احمد عيد بحالة جيدة وانه بيلقى الرعاية التامة، وان شاء الله يخرج يعني في خلال 48 ساعة باذن الله. بمس عليك وعلى الكابتن مدحت شلبي، فوالله الحمد لله الدكاترة طمنونا، واهم حاجة رسم المخ والاعصاب، الدكتور طمنا ما فيهوش اي حاجة، سليم، واهم حاجه ان هو رجع لنا بالسلامه وبقى وسط اهله وبيته، يعني الحمد لله. عشتوا بقى الساعات اللي جالكم خبر ان احمد مصاب واحمد في غيبوبه واحمد حالته حرجه في ليبيا، عشتوا ازاي؟ ووالدتك يعني قلت لها الخبر ولا كنتوا مخبين عليها فعلا لحد ما احمد جه؟ لا والله الخبر وصل لها على طول، يعني من ساعه ما احمد وقع ما كناش متوقعين ان هو الاصابه تتطور بالشكل دوت، فكنا قلقانين جدا والله ما نمناش من امبارح لحد من اول امبارح لحد ما جالنا امبارح بالسلامه، فاول ما شفناه كده استريحنا ان هو واقف على رجله، والحمد لله يعني ان هو جالنا بالسلامه. احمد قيمه كبيره عندنا يعني. موقف النادي الليبي بقى ان النادي طياره خاصه ويوفر كل الامكانيات، شفتوا الموقف ده ازاي او حسيتوا الموقف بصراحه ده؟ انا بشكر اداره النادي، اهل بنغازي كلها، الناس، نائب رئيس النادي ومدير النادي معايا لحد هنا وموجودين، كانوا امبارح موجودين وطمنوني، والحمد لله بشكرهم جدا جدا، ناس محترمه وقاموا باجمل واجبهم باجمل وجه يعني الحمد لله. احمد عيد كطبعه سيبك من الملعب، احمد عيد طيب جدا، طيب وقلب ابيض، فسيبك من تكشيرة الملعب، مفيش حد بيحب يخسر، فهو كطابع احمد طيب جدا ومعانا انسان تاني خالص يعني، فربنا يخليه لنا يا رب. مره ثانيه بقول لك الحمد لله على سلامه احمد، وان شاء الله يرجع بسرعه الملاعب ونطمن عليه اكتر واكتر، ويعني يرجع احسن من الاول باذن الله. الله يسلمك يا ابو حميد، وانا بشكركم جدا وبشكر كابتن مدحت شلبي والف شكر على الواجب الجميل دوت. كابتن مدحت معاك احمد ايه ده كابتن؟ كابتن ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ معلش يا كابتن بقى. والله الله يسلمك يا كابتن، ربنا يخليك ربنا يخليك، والله عارف، متشكر يا كابتن، والله متشكر لحضرتك. بكره ان شاء الله يا كابتن. معلش يا كابتن، معلش. الله يسلمك يا كابتن، ربنا يخليك ربنا يخليك يا كابتن، الله يكرمك حبيبي يا كابتن. كنا حريصين من خلال يا مساء الانوار ان احنا نكون مع نجم مصر ونجم نادي الزمالك المعار نادي الاهلي بنغازي احمد، يعني وقعت قلبنا بصراحه، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يخليك يا ابو حميد، الحمد لله. ايه اللي حصل؟ والله كره مشتركه كده في اول الماتش، و كرة عالية، التكتيك بتاع كابتن طارق بيعمله، ورايح بلعب بدماغي، رحت خابط في واحد زميلي من الفرقة التانية بس، ووقعت بقى دماغي اتفتحت. يعني اللي حسيت بيه بقى؟ حسيت انك في غيبوبة؟ حسيت ب دوخة شوية كده، ثانيتين ولا حاجة وخلاص يعني الحمد لله. التشخيص المبدئي كان ايه في المستشفى؟ والله انا ما طلعتش على طول، انا قعدت اتفرجت على الماتش وكده، وبعد كده رحت بالليل على المستشفى والناس حجزوني هناك وعملوا الواجب كله معايا،
من جانب النادي الليبي طبعا الناس وقفوا معايا قوي والحمد لله، يعني اللي هي جت على قد كده. حسيت فعلا بهبوط بقى وحسيت بإجهاد بعد فترة من الوقت؟ حسيت فعلا بموضوع الغيبوبة ده؟ فعلا يمكن قعدت شوية كده لحد بالليل وبعد كده حسيت بالغيبوبة، وبعدين اتنقلت المستشفى وبعدين جوني بطيارة خاصة هنا مصر يعني. طبعا حاجة وصفتني اللي هم عملوا معايا كده وقدروني، وسواء انا وكنت اي لعيب برضو كانوا هيعملوا معايا كده، وهم الناس محترمة جدا هناك والناس بيقدروا جدا والحمد لله على كل حال يعني. ايه بقى اللي فكرت فيه بقى في اللحظات الحرجة لأحمد بصراحة؟ والله ما فكرتش في حاجة، يمكن يعني بفكر ان انا ارجع بيتي وكده والكلام دوت، بس يعني عاوز اقعد مع اهلي واولادي وكده. الدكاترة بقى قالوا انك فترة الراحة او الفترة اللي هتبقى بعيد عن الملاعب فيها ادوك فترة معينة ووقت معين يكون نوع من انواع الاستشفاء يعني. والدكتور قال لي طبعا قال لي من اسبوع لعشر ايام تبقى مريح، ويعني الماتشات في ماتش يوم 18 طبعا ده انا مش هلعبه عشان موقوف، الماتش اللي بعده قال لي ان شاء الله ممكن تلحقه يعني اللي هو يوم 25. ده في نهاية المرحلة في الدوري الليبي؟ يمكن الدوري الليبي خلاص بدأ يعني في المراحل الأخيرة؟ لا ده في بطولة أفريقيا في دوري الأبطال. دوري الأبطال كان هلحق ماتش الترجي إن شاء الله. عادي بالنسبة لي الحاجات دي عادي خالص، وهي الكورة كده يعني، تتخبط أو ما تتخبطش أنت وحظك بقى. وبعدين أنا بحب ألعب في الكورة العالية ديت، بحب أشترك في الكورة العالية ديت قوي يعني. حالة حب يعني الناس كلها بتطمن عليكم خاصة جماهير النادي الأهلي، الموقف ده يعني إيه الرسالة اللي ممكن تخرج منه بيها، وخاصة حالة الحب اللي أنت شفتها مش جمهور الأهلي بس، أنا بتكلم عن جمهور الأهلي لأن دايما كان في نوع كده من الحساسيات ما بينك وبين جمهور النادي الأهلي. والله موقف كويس طبعا ومبسوط بيه، أي حاجة حصلت من الجمهور من جمهور النادي الأهلي مبسوط بيها طبعا، وبتمنى ان انا ان شاء الله بعد كده انا اعوضهم ان شاء الله. اضحك بقى في الملعب، اضحك بقى عيد بقى. اعوضهم بعد كده ان شاء الله بكل الحاجات ديت يعني ان شاء الله. اوكا جالي امبارح وجي معاك. انت هتصرف زي ابوك. وطبعا في لعبة بقى حرس الحدود برضو كلموني وقولي أخطر خطير، يا سلام أخطر خطير، أخطر خطير أحمد عيد عبد الملك. ده اللي كان نفسي فيه، لو تيجي صدفة تجمعني بيه، فرصة عمر أضيعها ليه؟ مش معقول عشان اقول وياه الحياه احلى وانا معاه، هو ده اللي انا بتمنى واللي عيني شايفاه احساس انه احلى واغلى الناس، خلى قلبي يقول لي خلاص اهدى بقى لقيناه.
يا سلام اخطر خطير، اخطر خطير احمد عيد عبد الملك. تمام تحياتي لحضرتك كابتن مدحت ولضيف حضرتك في الاستوديو الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طبعا يعني زي ما عودنا طبعا مشاهدي مساء الانوار في فقرات الموجوده في منطقه القناه بيكون في تواجد لفقره السمسميه. النهارده احنا متواجدين في السويس مع نخبه طبعا موجوده من الرياضيين من السويس ومع فرقه الفنون الشعبيه بالسويس، حابين ان هم يشاركونا النهارده في فقرتنا الاولى في السويس في برنامج مساء الانوار. نسمع منهم حاجه كابتن مدحت وبعد كده ننتقل لضيوفنا وناخد ارائهم في الاجواء بشكل عام في السويس خلال الفتره اللي فاتت. شمال ويمين ونسيت سمك من زينا.
صيادي والبحر الاحمر بحرنا بنسعى بيه شمال ويمين والست سماك بتزينا ولسه ويسام يا صيادي رميتها بلا ميتها يا صيادي من لسه ويسام يا صيادي رميتها بلا ميتها يا صيادي صياد انا شبك الهوى والعشق غنى لسن مشتري انا قلبي ضاع يا صيادي لا قلوا داع يا صيادي لا قلبي ضاع يا صيادي لا قلوا داع يا صيادي احنا سواش الصيادي والبحر الاحمر بحرنا بنسعى بالشمال ويمين والسلسلات من زينا احنا سواش الصيادي والبحر الاحمر نسيب كده والاسماء بقربكم راح اعيش انا واطرح شباكي مع النسمة مكتوب علي عشق هنا لاجل النسيب كده والاسماء بقربكم راح اعيش انا واطرح شباكي مع النسمة عاشق لقاء يا صيادي الشيء ندى يا صيادي عاشق لقاء يا صيادي الشؤن ده يا صيادين احنا سوايس الصيادين والبحر الاحمر بحرنا بنسعى بين الشمال ويمين ونسين سماك من زينا احنا سوايس الصيادين والبحر الاحمر بحرنا بنسعى بين الشمال ويمين ونسين سماك من زينا هنعيش مع جو السويسة ونعيش لقاءات جميلة جدا بعد شوية إن شاء الله مع شخصيات رياضية جميلة جدا هناك. خليني أرحب بالصديق العزيز وعضو مجلس إدارة البارز بنادي الزمالك كابتن أحمد سليمان. مساء النور يا أبو كبات. مساء الخير يا كابتن مدحت. يا أهلا وسهلا. أهلا بيكم وسعيد بيك والله. سؤال كده في الأول، أنت ما زلت ضابط في الشرطة ولا سبت؟ لا موجود طبعا. ما زلت؟ أنا خلاص يعني سبت التدريب عشان أتفرغ للعمل الشرطي بقى. لا والله. بقالنا 6 سنين بقى منتخبات وسفرات كتير فقلنا نكن شويه يعني. كويس. وخدت اجازه سنه وما رجعت الكرمه من الوزاره رجعونا على مكاني نفسه هو في الوزاره. فلقيت نفسي انا احترم نفسي وبقيت ملتزم تاني بقى، خلصت العمل الاداري. لا طبعا طبعا كنا بنعمل مهمه قوميه 6 سنين. مهمه بتاعت. قوميه طبعا. وقبليها طبعا كنت مع منتخب طبعًا. الشباب والاولمبي طبعا قعدت 10 سنين ماسك المنتخبات فكان معظم السفرات كتير جدا. فلقيت بقى طبعا ان انت النهارده تحاول تساعد في الظروف الحاليه بتاعت البلد ان انت تكون متواجد بنسبه كبيره اكتر. من زمان يعني كان بيخلص الكوره تلاقي تاني يوم في المكتب يعني. بالظبط بالظبط. الحمد لله يعني. لكن لازم الناس تبقى فاهمه برضو ان دي مهمه قوميه. لما كنت انت مدرب منتخب مصر وشيء عظيم من وزاره الداخليه ان حد ابنائها بارز في الرياضه بتديه المنتخب بلد. ما هو المنتخب بلد ده بيسعد الشعب. لما طبعا انت عارف طول عمرنا كان الكوره والشرطه فيهم مستين او الرياضه يعني. بتقوم الشرطه بتقوم على الالتزام والانضباط والسلوك المحترم. الكوره برضو لو انت راجل لازم يكون سلوكك مميز، التدريب، التحديث، الحاجات دي كلها. فالحمد لله ربنا كرمني ان انا اشتغلت في مجالين يعني هم واحد يعني في خط بتاعهم واحد يعني الالتزام. فالحمد لله. رتبتي حاليا بقى
لا عقيد ان شاء الله. عقيد آه لسه عقيد جديد ولا مستعجب ازيك بقى ست ست اللي بالعكس يعني لا خلاص عميد السنه الجايه ان شاء الله. عميد السنه الجايه ان شاء الله. جميل جميل. مش كان مكانك الطبيعي اتحاد الشرطه الرياضي ولا شفت مكانك؟ لا انا طول عمري بفصل بين العمل الشرطي والرياضي يعني طول عمري، حتى لما اتخرجت اشتغلت ضابط في السجون، كنت ضابط مباحث السجون، كنت من اشهر ضباط مباحث السجون وبعد كده رحت الديوان بقى مستمرت فيه يعني فدايما بفصل دي عندي خالص يعني يعني مش شايف ان مجالك الطبيعي اكتر كان اتحاد الشرطه، مش شايف كده انت؟ لا مش شرط يعني مش شرط. انت مش حابب تبقى يعني او دي لا مش عايز ابقى كله يعني العمل ده غير ده خالص، لازم تفصل بين ده وده. طبعا اتحاد الشرطه اتمنى طبعا اخواتي كلهم هناك وعلى طول في تواصل مستمر بيننا على غيط وعن عباده الله يرحمه طبعا ابراهيم يوسف رحمه ربنا يديله الصحه، كان مصطفى الزفتاوي ومجموعه كويسه جدا، واللي هو عماد دلوقتي مدير اتحاد الشرطه ناس محترمين يعني، وده طبعا اساسي هناك اللعب على طول في الصاله على طول دي احلى صاله دي طبعا. كان زمان صاله اكاديميه الشرطه دي ما كانش فيه غيرها، اللي كان بيروح يعني الماتشات الجامده اللي هي الاهلي والزمالك والماتشات الكبيره دي كان صاله الشرطه دي اشهر صاله يعني. الحمد لله دلوقتي مجموعه صالات في استاد القاهره، صاله النادي الاهلي، صاله في الاسماعيليه، فربنا يكرم ان شاء الله. حاجه جميله. اطمأنيت على احمد عيد عبد الملك الحمد لله؟ تمام، وبعتنا له ورد من مجلس الاداره، وكان بس انا عارف ان هو كان في الرعايه، فالنهارده عرفنا ان هو خرج فبكره ان شاء الله في جزء قبل المباراه بتاعت الزمالك من اعضاء مجلس الاداره هيروح له، واللعيبه بعد المباراه هيروحوا له طبعا بعد المباراه ان شاء الله، هو يخرج بعد بكره غالبا ان شاء الله. ان شاء الله نلحقه بقى بكره احمد عيد نعمل وظف ولا حاجه ولا احنا طبعا بمناسبه احمد عيد حصل اتصال بيني وبين النادي الاستاذ امبارح، وبشكر فعلا اداره النادي ورئيس النادي ونائب الرئيس دلوقتي موجود هنا في حتى ان شاء الله هنديه بكره مع المباراه ان هم برضو اهلي بنغازي اهلي بنغازي، وجابوا على طول طياره خاصه حاجه جميله جدا طبيه او جابوه امبارح يعني حاجه محترمه، ودي اقل حاجه طبعا يعني. فعلا بنشكرهم على الهوا اللي عملوه، وده شيء طبعا من اشقاء ناديين اهلي والزمالك واهلي بنغازي وعموما الشعب الليبي والشعب المصري يعني. صحيح، فدي لفته بسيطه بس تبين ان في المحبه بيننا وبينهم يعني. مفيش كلام، هو جالي رسائل كتير بيسالوني انت بتقول له ايه في التليفون لما بيضحك قوي كده، فهو كانت منطقتنا طبعا حاولت اخرجه من الاحساس بان هو يعني مريض او حاجه، الحمد لله زي الفل يعني. فالجزء الاولاني قلت له فيه ده انت ضربت لعيبه مصر كلها، مين قدر يضربك ده؟ كان ماتش كوره انت عارف ماتش كوره في كوره مشتركه يعني. وفي الجزء الثاني بقى قلت له بعد الضربه دي رجلك هتتظبط على الجون اكتر يعني. لا احمد عيد لعيب مميز جدا نقي من جوه قوي يعني، عشان تحيط تعرف انا عشته. طب ما فكرتوش فيه السنه دي؟ لا ما هو ان شاء الله عرضه وترت يعني، ده كان على حقيقه على التليفون كان مع حضرتك هنا وعملنا مداخله واتفقنا ان هو ان شاء الله في الاعاره يكون موجود، احنا محتاجينه احمد عيد راجع خلاص ان شاء الله باذن الله بعد انتهاء الدوره السداسيه بتاعته. بعد انتهاء، رغم ان هو ليه شرط جزاء بسيط ممكن يروح ويكمل بيه لكن ان شاء الله احنا محتاج ليه، وفي اتفاق مع الجهاز الفني والاداره انه يكون مستمر معانا ومع احمد نفسه كمان يعني. ومع احمد نفسه يعني ان شاء الله احمد عيد عبد الملك مع الزمالك في الموسم القادم ان شاء الله باذن الله. مكسب كبير. لا طبعا لا ضافه لنا كبيره جدا وابن النادي يعني، هو برضه سيبناه لان ما كانش معروف ظروف الدوري هيستمر مش هيستمر، بس عشان كده يعني حصل الديل اللي اتعمل وسيبناه ان هو يروح يجرب في حته ثانيه، والاعاره ان هو يرجع ثاني ان شاء الله ان شاء الله. طيب عملتوا ايه في موضوع الكونغو وموضوع فيتا كلوب والمأساة اللي حصلت امبارح دي، عملتوا ايه وايه الفولو بتاع الموضوع؟ والله بيدقوا جدا، انت عارف الخبرات الحمد لله الواحد خدها في افريقيا، ومشار مرتضى عمل اتصالات بالمهندس انا بريده وباتحاد الكوره وبعد والسيد السفير اللي هو اشرف والكونسول طارق عبد العظيم والاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي، ما انا قلت حقيقة وانا النهارده عملت اتصالات بيهم كلهم الحمد لله الامور فيها سيطره، بكره ان شاء الله هيبان الوضع ايه بنسبه كبيره، لان الاتحاد الافريقي دلوقتي بعت لفيتا كلوب بيقول له احكي لي الوضع ايه واحكي لي الظروف الملابسه ايه كلها، واحنا حتى كمجلس اداره يعني ما حبيناش نتكلم كتير النهارده لان عندنا مباراه بكره مهم جدا ما تشتش الموضوع بس انا عايز اطمن الناس ان الاتحاد الافريقي تم الاتفاق معاه ان في مسؤول امني ده ثابت بيروح، هيروح قبلها بثلاث ايام، ومسؤول التحكيم والمراقب، اربع لجان رايحه هيبان الوضع لو في اي مشكله هيبقى ياخدوا قرار يعني. لكن طبعا هيحصل، الاتحاد الافريقي طلب دلوقتي الوضع الحالي وتعهد من الدوله بالالتزام والحمد لله متابعين، بس ما ردش عليكم لسه رسمي. لا لسه رسمي، لكن هو
المشكلة هناك ان هي تنشنة بين الشرطة وبين فيتا كلاب بين الجمهور والشرطة. فيتا كلاب بيلعب على ملعب رئيسي يعني عشان هناك ناس اللي بتلعب، بس حصل مشكلة السنة اللي فاتت على الملعب الرئيسي اللي هو بيسيح حوالي 40,000، فحصل فيه تكسير فحصل اصلاحات هيفتتح في مارس اللي جاي بالزبط. في ملعب فرع ترتان اللي هم حتى كان الزمالك لما راح المره اللي فاتت كان بيتمرن عليه هو ده اللي اتلعب عليه المباراه صحفه المشكله. فالملعب ده حتى ملوش اوض لبس مميزه او اوض لبس يعني حاجه بسيطه ممكن تيجي انت كامل على الملعب على طول وفي نفس الوقت هو ملعب ترتان وليه مخرج واحد فالمخرج واحد بقى الدوشه في اخر 10 دقائق بقى ما زنبي كسبان وخلاص الماتش رايح منهم بدا يحصل تنشنه بين الجمهور فيتا كلاب وفريق مازيمبي فبدا يرمي عليهم فبدات الشرطه تتعامل بغسالات المسيله للدموع لان الاشاعه اللي طلعت ان كان في ضرب نار حي عليهم ده ما حصلش فحصل تدفق في المخرج الواحد فدي اللي ادت للوفاه يعني برضو عشان الناس يعني الوفاه نتيجه التدافع ما حصلش اشتباك بين الجمهورين جمهور ده لا ما فيش لا ما كانش موجود مفيش اشتباك بين الجمهورين ده الخبر اللي نزل كده لا 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 ما انا استطلعنا الاراء يعني ولازم تعرف الظروف الملابسه ايه في اتصالات اللي انا بتحب تعرف الحقيقه ايه فانت عارف ان حقيقة في الاخر يعني الطريق متجه ان مفيش مشكله وفي لعب ما هو لازم يبقى في لعب يعني انا عارف ان السفير رد عليكم رسمي وقال انه الملعب ده بالذات ملعب قديم وملعب المشكله زي ما انت قلت ان جمهور فيتا كلاب عنده مشكله مع الامن وقال لك ان انتوا في الملعب يعني بالنسبه لوصولكم والمطار والترقيات كلهم ده سهل قال لك الملعب ده مشكله هو قال كده سفير وقال انه انتقاله الملعب تاني الملعب الرئيسي زي ما انت قلت بتصلح وما فضلش الا ملعب مازيمبي اللي هو خصمه اللدود ولا ده مستحيل ده صعب صعب فانا بتساءل لازم الاتحاد الافريقي يبص بس هيحصل تعهد يعني انت عارف حقيقة انت عارف ظروف افريقيا كلها وانت حتى في انت حتى في انجولا كان في فرقه حصل عليها ضرب نار مش فاكر الفريق ايه وانسحبت اتحاد افريقيا مصمم بالظبط ولازم نقول برضو ان احنا امم افريقيا دي يعني برضو من حوارات مع الاتحاد الافريقي احنا حصل لنا ظروف السنين اللي فاتت الناس كانت بتتحمل وبتسمع كلام كتير عن مصر بس كان بيحصل تعهد من الحكومه ان احنا نيجوا الناس وما فيش مشكله ورحنا الجونه ورحنا في كذا حته ولعنا بدون جمهور فالظروف دي مرت علينا يعني فطبعا الاتحاد الافريقي طمنا ان لو ما فيش تامين كامل للبعثه اطمنه ما يبقاش في الفرقه مش هتسافر ده الاتحاد الافريقي يعني بس لازم يكون متاكد من قبل ما نطلع من هنا بالظبط دي مسؤوليته وفي زي ما قلت لحضرتك في اربع مراقبين رايحين قبلها بثلاث ايام يعني يشوفوا الموقف بالكامل على الطبيعه ولو في اي مشكله واحنا الحمد لله برضو من خلالنا كمجلس اداره عملنا اتصالات بالسفاره بعتنا لاتحاد الكوره عشان نبعت الاتحاد الافريقي في المهندس هاني زاده اللي هو رئيس البعثه وكابتن احمد عبد الحليم المستشار مرتضى خد قرار ان هم يروحوا قبليها ب 48 ساعه كويس هيسافروا ان شاء الله بعد المباراه بكره برضو موضوع الملعب موضوع الفندق يبقى كل حاجه مترتبه شوفوا الاجواء كلها ان شاء الله طيب. بس ما فيش مشكله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله فريق فيتا كلاب برضو من الميزه ان هو ليه فريق قصاده في نفس البلد اسمه ايمانويل فريق اسمه ايمانويل ده منافس ليه وبيشجع الفريق دايما اللي بيجي يلعبه يعني حتى في المباراه اللي هي اللي حصل فيها المشكله كان بيشجع جمهور الزمالك يعني اوكي كان بيشجع الزمالك يعني يعني ممكن يحضر ويشجع يحضر الزمالك لا هيحضر ويشجعونا يعني ويشجعونا اللي هم كانوا لابسين احمر في الماتش ايوه كان حضرتك فاكر فريق اسمه ايمانويل ايمانويل طيب يا مساهد يا رب ان شاء الله باذن الله نروح بقى على قصه لجنه الكوره اللي انت اشرفت على تشكيلها وكلمت الناس والحكايه والروايه لانه برضه ده خبر الحقيقه ما ينفعش نعديه كده مرور الكرام ما ينفعش لجنه تتشكل ويعلن اسمائها وكلهم نجوم وبعدين فجاه اللجنه مع السلامه ما فيش اجتماعات وما فيش لجان والكلام ده كله وانت اللي في المطبخ هو طبعا اما استعرضت التاريخ في نادي الزمالك لقيت ان في بتيجي لعيبه اجهزه بتختارها وما بيستفدش منها نادي الزمالك اوكي فانا قلت نحط السيستم ان ده بدايه كانت الفريق الاول وكان هيبقى قطاع الناشئين ومدرسه الكوره ان الناس تيجي تخطط لنادي الزمالك فبصيت للمستشار مرتضى قال لي اعمل تصور عرضت عليه الفكره قال لي اعمل تصور قلت له انا هنزل للعنصر الشاب يعني وناس ما يكونش مدربين لهم طموح وفي نفس الوقت نجوم في النادي ناس تيجي تخطط النهارده هنيجي مثلا نختار لعيب فجت الاتجاه مين اللي ما بيمرنش بره واسماء كبيره حتى بيقول انا عايز سوري يعني المدحت شلبي ما حدش يقدر يتكلم يعني
فطبعا فكر طبعا في نجم كبير زي كابتن حازم امام، كابتن نادي الزمالك واسم كبير، كابتن خالد غندور. ممكن حازم كان مقلق شويه في الاول، لكن مع الكلام وازاي انت حازم انت مش موجود بره النادي وبتاع، وقال لما لسه خارج قلت له لا لازم تكون انت ليك دور معانا، ومش شرط مرتضى عايز كل الناس كلها تكون حوالينا، وعايزين النادي فعلا انهيار 9 سنين ولا 10 سنين ما خدش غير بطولتين، وعايزين نخطط لقدام. فيعني شبه يعني اتفقنا، يعني اتفقنا خلاص ان هو يكون موجود. قال خلاص وانا موجود، بس هتيجي بعض الايام انا مش هكون موجود عشان السفر لامانه، يعني برضه كان قلقان. قلت له ما احنا عادي، ما انت مش هتبقى لوحدك، هتبقى احنا مجموعه، انت موجود واحنا تجمع كل 15 يوم، مش هتبقى ثابته دي، هتخطط للكره في النادي. فده الحوار بتاع حازم. خالد برضه كان برضه قال انا ضد ان انا اكون اعلامي وفي نفس الوقت كذا، يعني تقول لا دي انت دايما تفصل، يعني ما زي النهارده المحللين المدرب وبتاع دي بتفصل. صحيح صحيح، دي عندي خالص. وكون موجود طبعا معانا، وانت ليك رؤيه بتتابع حتى لعيبه الدوري، بتبقى تيجي حتى بقى ليك نظره حافظ كل لعيبه الدوري وانت راجل اعلامي. فالصراحه حصل حوار بيننا وبينه في وجود المستشار مرتضى ووافق. كابتن ايمن نونس طبعا كان لسه خارج من تجربه النادي وكان هو المشرف على الكوره، قلنا طبعا لازم يكون موجود معانا واسم كبير، نفس القصه برضو بتاعت خالد وحازم. وما عندهمش تطلعات للتدريب، يعني مش عايزين يبقوا مدربين، يعني هم ده مهم سيستم طبعا، وكبات النادي واسماء كبيره وفي الناحيه الاداريه معظمهم اشتغل. فحتى كابتن ايمن وافق، وحب حليم علي برضو عشان الجيل دوت، فحتى كان كل عنصر شاب يعني. دايما دي سميتها انا اداره كره القدم كويس، وديتها اقترحت ان انا يكون ليها عنصر تنفيذي، يعني هي يعتبر مجلس اداره كره القدم بتاع نادي الزمالك بيخطط كل حاجه، حطيت فيها الجزء التنفيذي بقى ان هو طبعا رئيس النادي هيكون موجود فيها، امين الصندوق، وانا كممثل كره يديها قوه، يديها قوه وتفعيل لقراراتها. اخذنا قرار خلاص كانت القصه دي كانت هتيجي تخطط للكوره حتى النهارده في اختيارات اللعيبه. سوري يعني ده شيء ميدو مش هيبقى موجود على طول، واللي قبليه مش هيبقى موجود على طول، بيجي ناس انا شايف ان اللعيب ده صح للنادي. هنيجي كلنا بنقعد مثلا بنختار احمد سليمان، بنتفرج على احمد سليمان، هل احمد سليمان هو ده اللي ينفع للنادي السنين اللي جايه؟ عشان الزمالك اما استعرضت السنين اللي فاتت وعملت احصائيه اهدر مبالغ غير طبيعيه. صحيح، يعني لولا حب النادي الزمالك انا اطلع، وما بحبش اتكلم عن النادي الزمالك في الاعلام، اطلع قد ايه ناس كتير جدا في حاجات كتير، وناس اساءت للنادي، وناس ما استغلتش النادي صح، وناس اساءت للنادي. ولو بصيت للمبالغ والحاجات الناس اللي جم، وناس كانت ليها اغراض معينه في اجوجو، يعني مثال يعني مثال اجوجو ده كلف النادي قد ايه؟ اجوجو ده اجوجو 3 مليون ومليون يورو ونص، يورو يعني بنتكلم في 25 مليون تقريبا جنيه مصري، وفي جزء منه ما خدوش او حاجه زي كده، بقت قضيه يعني، بقت قضيه، ده العدد بتاعه 3 سنين 3 مليون بالظبط، مرفوع عليك لغايه دلوقتي وغيره وغيره. على فكره هو الاهلي نفس القصه، لا وقصه نفس القصه يعني. فانا قلت القصه دي ان ارتاح بقى في ناس بتخطط للكوره، احمد سليمان موجود، ميدو موجود، حسام حسن موجود، حسن شحاته، فاروق جعفر، اي حد موجود خلاص خلاص يبقى الناس هتوافق. وفي نفس الوقت هنيجي نتفرج الجهاز الفني اللي هو المدير الفني بيجي يحضر معانا، يعني النهارده نتكلم عن الكوره فريق الاول، ميدو هيجي يحضر معانا، ايه ميدو هنعمل كذا، نسوي كذا، مين اللعيب اللي في الدوري المصري اللي ينفعه، هل النهارده ونعمل خطط قصيره الاجل وخطط طويله. يعني كنا انا عايز اعمل خطه لمده 4 سنين من قطاع الناشئين حتى الفريق الاول كويس، واولاد النادي هم اللي خططوا فيها يعني. وفي نفس الوقت بتدي الباور حتى النهارده في تعاقدات اللعيبه، السيد امين الصندوق موجود، السيد رئيس النادي موجود، هنتعاقد مع احمد سليمان بمبلغ كذا، وترتضي المجموعه، يبقى خلاص الجزء التنفيذي يبقى ده مجلس اداره. وفي نفس الوقت خبرات زي مشوار مرتضى اداريه كبيره جدا، السيد امين الصندوق من الناحيه الماليه تمام. حتى قلنا لو السيد مشوار مرتضى مشغول في حاجه هيحل محله المستشار احمد جلال كويس. واخترنا بعض الزملاء لاداره التعاقدات زي مثلا هتبقى اللي كان هيبقى انا مع احمد مرتضى، والمهندس هاني زاد على اساس ان هو كان ليه دور في تعاقدات قبل كده زمان، خبره افريقيه قبل كده بالظبط. واداره تسويق استثمار للفريق كانت تضم هاني شكري وانا وخالد احمد رفعت، هايل. وكان مقرر لهذه الاداره كلها المقدم سامي تولي، ده من الناس التنفيذيين المحترمين جدا في النادي عندنا، وبنعتمد عليه بنسبه كبيره، وكان مرشح معنا في، ودي الحاجات اللي عملها مشوار مرتضى، ان معظم الناس اللي ما حصلهاش توفيق، لان انا رايي ان اعظم من احسن الناس الفتره اللي فاتت اللي جم، طبعا الظروف صعبه، فكل واحد شايف صوره حاجه سودا قدامه، فانا اخش انتخابات ليه؟
فاللي ترشح، انا رايي اللي ترشح لانتخابات نادي الزمالك الفتره اللي فاتت ده من اخطر الناس حبت نادي الزمالك، لانه اقسم بالله اصعب لحظه في تاريخ نادي الزمالك هي الفتره اللي جايه. النادي منهار اجتماعيا ورياضيا، اسمه جه نادي الزمالك على بطولاته وعلى المستوى الاجتماعي، مش هو ده اللي يليق. ده نادي الزمالك كان من اعرق الانديه الاجتماعيه، الافلام القديمه كلها كانت بتتصور، صحيح، افلام عادل امام وحسن يوسف كلهم كانوا بيتصوروا في نادي الزمالك، وحضرتك شفت الافلام القديمه وسمير صابر على حمام السباحه على طول، كان كل حمام سباحه نادي الزمالك ده كل معظم الافلام بتتصور عليه. فالنهارده ده مش نادي الزمالك يعني، انهيار انهيار. فانا مستغرب يعني الصراحه، مش مصدق. انا اما قبل والله العظيم انا خدت قرار بتاع نزول الانتخابات وما لفيت في النادي، ما بدأت بقى اروح كل مكان عشان اوضح للناس التقي بالاعضاء. لو انا لفيت قبل ما اخد القرار كنت لغيت، والله لان مجهود غير طبيعي. انت اول امبارح، اول امبارح انا ومشتار مرتضى وهاني زاده وبعض ورحاب، ويجي علينا احمد جلال، ويجي علينا قاعدين في وسط بكراسي وصور يعني زلط ورمل وحاجه. والله العظيم مجهود غير مش طبيعي. مش ده نادي الزمالك، مش ده نادي الزمالك. وبنحاول، بقول لك قاعدين في وسط الجنينه بنحاول نعمل حاجه، وعايزين فلوس كتير، وعايزين فلوس كتير. وعندنا مشاكل زي ما حضرتك عارف طبعا، وسمعت كتير مشاكل ديون كتير على النادي. فانا بقول لك الناس اللي دخلت انتخابات من دولت لازم فدائيين، فدائيين فعلا حتى اللي ما حصلوش. فعشان كده احنا فكرنا في كل واحد نزل الانتخابات يكون موجود معنا. دكتور كمال درويش موجود، مستشار عمر هريدي، سامي متولي، شيء محترم حتى للقديمه، حتى مستشار مرتضى قال لك رؤوف جاسل، طبعا رغم ان مهندس رؤوف جاسل كان في بعض المشاكل، لان قال لك ارحب يكون موجود اي حد. برافو. وده نادينا كلنا ودينا الزايله يعني. طيب نروح للجنه بقى، ايه اللي حصل؟ اللي حصل لنا طبعا هو في دروب حصل، واللجنه اتخذت قرارها بس ما اجتمعتش بسرعه، وما رضيتش نجتمع بسرعه عشان الماتشات بتاع الفريق شغاله ورا بعض. طيب واخد بال حضرتك، وطبعا اللجنه كانت هتبدا تجيب الجهاز، فانا زي كابتن ميدو نتكلم على الخطط المستقبليه وايه رايك نعمل ايه والكلام ده كله، وطبعا زي الدكتور محمود سعد الناشئين. فانا طبعا ليا كان ليا ظروف ان انا اسافر الامارات انا والكابتن حسن شحاته، كان عندي اقامه هناك بجددها. نعم. فكان المفروض 3-4 ايام، غبت اسبوع يعني. طولت الامور لان انا طول اسبوع، فالاجتماع كنت انا عايز اعمله بتاجل، وفي نفس الوقت تعاملنا تاجيله عشان خاطر عشان خاطر برضو ان الماتشات ورا بعض وما نعملش قلق للجهاز. طيب مفيش مشكله، عادي مفيش مشكله. عادي اللجنه اتكونت وهتتابع بعد اسبوع بعد اتنين، مش قضيه طبعا. وانا مسافر تصريح كابتن حازم امام ان هو هيروح كاس العالم، مع ان انا والله في حواراتنا مع بعض وقلت له ان طبعا لو في اي حاجه احنا هيبقى مثلا انا وايمن وخالد، لو في اجتماعات ما احنا ثلاثه هنسد، عشان كده احنا زودنا العدد شويه لاربعه. قناه الحظيره يعني، ايه تحليل في قناه الحظيره؟ مش باين وما اعرفش. اوكي. ما هو خلاص انا يعني بعقب بعدين الكلام ده، مش هعديه بسهوله، هعقب على الكلام ده كتير. يعني قناه الحظيره اللي طول الوقت عماله تهاجم مصر وقلب الدنيا على مصر، احنا رايحين نحلل عندها. اوكي. يمكن عشان تعاقدات قديمه وما اقدرش. لا بص يا كابتن احمد، معلش يعني الحته دي اصلها يعني انا قلت لهم، مع بقى واحد بيكلمني بيقول لي دي رياضه وكذا، قلت له اوكي خلاص انا بقى مطلوب في قناه في اسرائيل. قناه رياضيه في اسرائيل، ما تقوليش بقى اسرائيل، ما هو دي قناه رياضيه، مال الرياضه مال السياسه. لا، اذا قبلت ان انا اشتغل في اسرائيل في قناه اسرائيل الرياضيه، اقبل اشتغل في قناه الحظيره الرياضيه، ووداعا للدولارات. يعني هو مساله مبدا، اما انا المبدا موجود او غير موجود. بس والله النهارده ما بيزعلوا مني، يزعلوا يعني. المؤتمر العظيم اللي عمله السيد وزير الداخليه النهارده، يا سلام، حاجه جميله. يا سلام. وتشوف مجهود ضباط الشرطه طبعا، والناس دي فعلا بتفني في البلد، والبهوات هناك في الحظيره بيهدوا فينا. وتسمع بقى حقيقة ان قطر ليها دور في كل الناس، وتسمع اعترافات من الناس بتقول احنا خدنا من مين، من قطر، وفلوس تحويل من قطر. تزعل. رايحين نحلل لهم كاس عالم، تزعل عشان تزعل. وتقول لي قناه رياضه، لا مش اسمها قناه رياضه، هي قناه الحظيره، كانت اسمها علي بنجر بقى اسمها سيد بنجر، هي هي. لكن عشان الدولارات مع الاسف يا حازم، ما تزعلش انت او غيرك، هذا امر مهين ومخزي بصراحه يعني. انا اسف ان انا قلت كده غصب عني، ان دي بلدي بس. وبعد كده خالد فمشار مرتضى عداها، بس كده لا، بعد كده بقى ان خالد برضو قال حاجه، حتى انصلت بخالد سالته قال له والله ما قلتها يعني، بس لانها متداوله كده على البتاع. فالمشار مرتضى احنا الموضوع صعب، فحس ان الموضوع هيعمل دوشه اليومين دولت يعني، فعشان كده الموضوع صعب، عايز شغل كتير. فقام قال خلاص احنا نلغي، نسيب نلغي اللجنه ونأجلها او الاداره.
نأجلها ونخليها لقدام شوية نفكر فيها بعدين، لأن الوقت ضيق يعني جدا، ونبدأ نعيدها تقييمها تاني من أول وجديد. بس هي كانت الفكرة محترمة جدا، إدارة كرة قدم لنادي الزمالك تخطط. طب ما كملتش ليه على اللي موجود؟ يعني في أيمن يونس وعبد الحليم علي، ما فكرتوش تجيبوا حد بدل حازم مثلا؟ لا احنا خالد. مش كده، لا احنا حسينا انها هتبدأ تعمل قلق يعني قلق أوكي. والناس بدأت تتكلم والصحافة، فقلنا خلاص احنا بنستكف طبعا زي ما انا مشرف على الفريق وهمزة الوصل بين المجلس والكورة وفي نفس الوقت المشرف المرتضى معانا على طول ومع ميدو على التليفون، وهو معنا اول باول، واحنا على طول اتصالات تليفونيه زملاء المجلس. يعني حتى في حاجات كتير الانف دي زملاء المجلس عملوا مجهود في حاجات معايا في الكوره كتير جدا، وقابلوا ناس وقعدوا ده طبيعي معنا. لكن دايما اتعودنا يعني. طب لجنه الكوره اللي فاتت عندكم في الزمالك كانت يعني مجديه؟ لا انا هي طول عمر الخبره اللي انا شفتها في نادي الزمالك ان كان بتبقى وتروح تعرض على المجلس. لا انا كنت جايب ناس من المجلس موجودين معاهم واسماء اللي يقولوا خلاص ده ما حدش تخلص يعني في الاوضه على طول. يعني رئيس النادي موجود وامين الصندوق واسماء رنانه في اسماء نادي الزمالك لما يقولوا مثلا ان هم اختاروا حاجه معينه خططوا لحاجه معينه هنجيب حاجه معينه لعيب ده معين نتعاقد معاه، خلاص ما حدش يقدر يتكلم. بالظبط. لكن النهارده مش عايز يعني، ما بصيت في التعاقدات السنين اللي فاتت في نادي الزمالك لم تستفيد بنسبه اقل من 50% كمان استفدت من التعاقدات اللي انت عملتها. بالعكس النهارده ميدو عامل حاجه كويسه جدا وشاف ولاد النادي وعايزين باور واستفاد منهم. النهارده اوباما الاخراني ده مخلص المباراه من اهم ثلاث نقاط اللي جم، صحيح هم ادوك دفع هم اللي خلوك تاني في الصوره وكذا واحد مصطفى فتحي وفي غيره والله، وفي اسماء تانية اسماعيل يوسف في مجموعه كبيره جدا يعني في مجموعه جدا، والجهاز والله بيبذل مجهود جامد جدا. يكفي ان هو النهارده بيجي يعني احنا عندنا جهاز فريق الامن اللي هو كابتن ابو رجيله وكابتن عادل المامور وبتاع، لكن برضو كنا الفكره كان عاملها كابتن ايمن يونس بس ما اتفعلتش قوي. الجهاز بيجي من قبلها بساعتين يبدا يجيب مجموعه الناشئين اللي ما قدرش يمرن العدد الكبير مع الفريق، بيجوا مثلا تمرين الساعه 6 يجوا هم يشتغلوا من الساعه 4 ينزلوا الاولاد يحفظوهم نفس طريقه اللعب، عشان النهارده عندي عجز هاخد احمد سلمان من مجموعه الناشئين، يبقى انا عارف طريقه الاداء بتاعته ازاي او الكوتش عايز ايه. ما يبقاش لسه اثناء المباراه يبدا يشرح له او لظروف معينه. يعني بيعمل مرحله تمهيديه للي بيخش الفريق الاول. كويس. فدي كويسه بفكر الجهاز، يعني هم حابوا يعملوها على الطبيعه رغم ان عندنا جهاز فريق الامل اللي هو كان مكونه كابتن ايمن يونس. هم اللي مع الكابتن عبد الرحيم وشامي ياكل وطارق السيد. ودي فكره محترمه جدا. هم اللي بيعرفوا يعني النهارده اللي بيلعبوا السيستم ازاي، طريقه اللعب واحده بيمرنوه بنفس الطريقه عشان طبعا كان نسبه التركيز اكتر معنا الفريق. بالظبط. فالحمد لله في شغل موجود وفي ناس عايز تعمل حاجه يعني. طيب هل بداتوا تصرفوا بقى الرواتب المتاخره والكلام ده للجهاز الفني؟ هل بدا ميدو يقبض والناس دي ولا لسه شويه؟ لا الامور ماشيه بنسبه يعني معقوله. الشباب اللي تحرك من ساعه ما جينا للمجلس الحمد لله الامور يعني بالنسبه للعقود. لا لكن مكافئات ماتشات هتلاقي ان افريقيا هم وصلوا الدور وصلوا لغايه وصولوا له تمام. الدوري هم لغايه دلوقتي مش اول الدوري، وطبعا لو اول المجموعه بيبقى كلهم ارتباطات، لكن العقود طبعا في طبعا بنشكرهم طبعا الفتره اللي فاتت تحملوا كتير جدا والجهاز واشتغلوا في ظروف صعبه جدا للامانه يعني مش دي حقيقه. وعشان كده انا حتى الناس بتتكلم معايا في حاجات انا يعني هم عندي الاولويه عن اي حد يعني. فان شاء الله خلال الايام اللي جايه دي كمان في حاجات في مستحقاتهم هتكون موجوده ان شاء الله. هتبقى موجوده إن شاء الله. دي بتفرق جدا. طيب ماذا عن الارتباط بقى اللاعبين صغار السن؟ هل بداتوا تعملوا عقود للاعبين عشان ما حدش يروح يمين او شمال؟ وماذا عن التعاقدات الجديدة وهل هتدينا انفراد أو لا؟ أنا أتحدث ولكن بعد الفاصل.